تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح البرهان إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي كواحدة من أهم الزيارات في هذا التوقيت الذي يبحث فيه السودان عن الشركاء والأصدقاء الحقيقيين. فقد ظلت الصين تمثل الشريك الاقتصادي الاستراتيجي الأول للسودان خلال السنوات الماضية، كما ظلت حاضرة في دعم جميع ملفاته الاقتصادية والتنموية والدبلوماسية، وظلت كذلك تنظر للسودان كأحد أبرز الدول الإفريقية الواعدة استثماريا وتنمويا لما لديه من فرص جاذبة في قطاعات اقتصادية مهمة مثل الطاقة والنفط والمعادن والثروة الحيوانية والزراعية والسدود، فضلا عن أنه يعد مدخلا مهما للقارة السمراء وسوقا كبيرا للسلع الصينية. قدمت الصين لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان عددا من المشاريع التنموية الفاعلة، وساهمت في نهضة السودان الحديثة في ظل العقوبات الاقتصادية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان خلال 30 عاما الماضية. فقد كانت الصين شريكا حاضرا إلى جانب الشعب السوداني من خلال مشروعات الطاقة والنفط والبنية التحتية، وأسهمت في تشييد منظومة السدود السودانية كسد مروي وتعلية سد الرصيرس وسد أعالي عطبر وسيتيت والمطارات والجسور والمدن السكنية وخطوط الكهرباء. هذا بجانب مشروعات حصاد المياه، حيث وصلت العلاقات إلى ذروتها في تبادل المنافع بين البلدين إلى أن أعلن عن شراكة استراتيجية دخلت بموجبها العلاقات الثنائية مرحلة تاريخية جديدة. العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين تعتبر إحدى النماذج الإيجابية للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث تتوافر لدى البلدين مقومات الشراكة الفاعلة المنتجة. فالسودان من خلال موقعه الجيوسياسي المطل على البحر الأحمر والذي يمثل قلب إفريقيا غني بالموارد الاقتصادية المميزة، والصين تحتاج إلى هذه الموارد لدفع عجلة اقتصادها المتسارع في النمو والتطور. يعتبر السودان من أوائل الدول التي استجابت لمبادرة الحزام والطريقة الصينية التي تمثل الاستراتيجية الاقتصادية للتنمية الوطنية الصينية، والتي تهدف إلى ربط الصين بالأسواق العالمية، حيث الموارد والأسواق والاستثمار في البنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة والتعاون الاقتصادي وتقوية الروابط الشعبية بين الصين ودول العالم لا سيما إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. رئيس شي جين بينغ والشعب وحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة على أبواب. لكل ذلك سيكون التعويل على الاستفادة من هذه الزيارات التي يقوم بها الرئيس البرهان وطاقمه الوزاري في تنشيط بروتوكولات التعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والجوانب المتعلقة بالبنية التحتية وإعادة البناء والمشروعات الاستراتيجية إلى جانب التعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة. يرى مراقبون أن هذه الزيارة ترتبط أيضا بجوانب متعلقة بالإمداد العسكري والتعاون الأمني في ظل الحرب التي يخوضها السودان منذ العام الماضي ضد القوات المتمردة المدعومة إقليميا ودوليا، ليظل الأمل معقودا أن تتسارع خطى السودان لتعزيز قدراته العسكرية على كافة الأصعدة حتى يتمكن من حسم الحرب ويتجه إلى إعادة الإعمار والبناء وتعزيز الشراكة الاقتصادية وكافة الشراكات الاستراتيجية مع هذا البلد المهم الذي يحترم سيادة الدول ولا يتدخل في شؤونها الداخلية ويتبادل معها المنافع بما يحقق الأمن والسلام ورفاهية الإنسان.